أمم أفريقيا مليانة حكايات ومواقف غريبة، تعالوا أقول لكم على شوية من أغرب المواقف اللي حصلت في البطولة على مر التاريخ. المنتخب الإيفواري مثلاً صاحب واحدة من أغرب قصص السحر في تاريخ كأس أمم أفريقيا. في كتاب فيت أوف كاميليون لمؤلفه إيان هوكي قال إن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم كان عايز منتخب بلاده يتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ. على الرغم من وجود أجيال ذهبية على مر العصور إلا إن منتخب الأفيال عمره ما قدر يحصل على اللقب لحد ما جت نسخة 1992 اللي أقيمت في السنغال. قبل البطولة اتفق الاتحاد الإيفواري مع أشهر السحرة في القارة جباس بودابو على إن يتم تسهيل تتويج كوتيفوار باللقب، واشترط الساحر ساعتها الحصول على 1.5 مليون فرنك. وفعلا حصل اللي حصل وفاز كوتيفوار بكاس البطوله من غير ما يدخل شباكهم ولا هدف. فرح الساحر قوي وراح عشان ياخد 1.5 مليون. الاتحاد الايفواري قال له مالكش حاجه عندنا، احنا بنعاني من ضعف الامكانيات الماليه. وده اللي خلى الساحر يقرر الانتقام من الاتحاد الايفواري والمنتخب، وعمل طلاسم سحريه جابت الفريق الارض. الغريب بقى ان مستوى الفريق فعلا تراجع، وعلى مدار 4 نسخ من البطوله كان الوداع هو السمه الاساسيه لكوتيفوار، لدرجه ان الفريق معرفش يشارك في البطوله نسخه 2004 بتونس. ده اللي خلى الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يقرر عقد صلح مع الساحر ودفع مستحقاته المالية اللي كانت عليه. الأغرب إن المنتخب الإيفواري رجع مستواه يتحسن تاني وقدر يوصل نهائي نسخة 2006 في استاد القاهرة وخسر بركلات الترجيح أمام المنتخب المصري. بعد كده وصل نص نهائي نسخة 2008 وقدر يظهر في كأس العالم خلال 3 نسخ متتالية وكسب أمم أفريقيا في 2015. قبل بداية أمم أفريقيا في 98 بجنوب أفريقيا بأيام، فجأة قرر منتخب نيجيريا إنه ينسحب من البطولة، وده كان بسبب خلاف سياسي بين ساني أباشا رئيس نيجيريا مع نيلسون مانديلا رئيس جنوب افريقيا. انسحاب نيجيريا قبل انطلاق البطوله بايام اتسبب في اقامه المجموعه بثلاث منتخبات بس، الجابون والزائير وليبيريا. والجامد ان كل منتخب منهم حصل على 3 نقاط من فوز وهزيمه، وتاهل كل من الجابون والزائير، وخرج منتخب ليبيريا بسبب فرق الاهداف. سنه 2000 اقيمت بطوله كاس الامم الافريقيه في غانا ونيجيريا، والمنتخب الكوتيفواري قدم اداء متواضع وخرج من دور المجموعات. وهم راجعين ببعثه الفريق الى ابيجان لاحظ بعض اعضاء البعثه ان مسار الطياره اتغير، ولما سالوا انت واخدنا على فين كان الرد ان مطار ابيجان الرئيسي معطل بسبب حادث جوي، وعلشان كده تم تغيير مسار الرحله الى مدينه ثانيه. ولما وصلوا اتفاجئ لعيب الفريق الايفواري بعدد من الشاحنات العسكريه واللي اجبروا على ركوبها علشان تاخدهم وتوديهم الى قاعده عسكريه تم التعامل فيها مع لعيب المنتخب الايفواري طوال 3 ايام كما لو انهم فرقه من الجنود المستجدين، وتم اجبارهم على اداء تدريبات الاستفاف وقراءه كتب عن مفهوم الوطن. ولما القصه انتشرت في كوتيفوار ووصل الموضوع بره البلد كمان، قررت الحكومه تمشيهم واكدت ان الموضوع ما كانش عقوبة ولا حاجة، لكن كانت حماية للفريق من الغضب الشعبي بسبب الخروج من البطولة. في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون حصلت وقعة غريبة في مباراة تونس ومالي. أثار الحكم الذنب الجدل لما أطلق صفارة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85، وبعد كده تدارك الأمر وأمر باستمرار اللعب قبل ما يطلق صفارة نهاية المباراة مرة تانية في الدقيقة 89، وده خلى لاعبي منتخب تونس في حالة ذهول ورفض الرجوع لاستكمال اللقاء ليعتمد الكان فوز مالي بهدف نظيف. قرار الحكم أثار غضب لاعبي منتخب تونس والجهاز الفني قيادة منذر الكبير، وده أدى لحالة من المشاحنات جوه الملعب وخرج الحكم تحت حراسة أمنية مشددة. الغريب في الموضوع إن حكم المباراة برر خطأه بإن جاله ضربة شمس، وكشف الحكم الذنب بعد كده عن كواليس اللي حصل وقال إنه كان حاسس إنه بيموت وداخل على غيبوبة، علشان كده أنهى المباراة قبل ميعادها. دي كانت حاجة من زائد حاجات، أنا أبو بكر الشيمي واستنوني في حلقة جديدة، وما تنساش اللايك والشير.